لك خزائن السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى يعني يستطيع بأمر كن أنه يغني كل البشر، لكن لماذا نحن كبشر نخدم البشر؟ لماذا نحن البشر نتصدق على البشر؟ يا سلام. مع أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الخزائن سبحانه، في قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة اللي هي مريم، لما أجاءها المخاض قال الله تعالى فهزي وهزي إليك بجذع النخلة. السؤال، جذع النخلة شيء كبير، والمرأة هذه في حالة مخاض، هل تستطيع أنها تهز؟ لا أبدا، أصلا الشخص الكبير صاحب العضلات ما يقدر يهز النخلة، لكن هو سبب، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعلنا أسباب لإغاثة من يحتاج من الأيتام، فكل منا يأخذ الأجر من الآخر، ولذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم آيتين سبحان الله وراء بعض، شيء عجب، في قصة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم نظرته بشرية، فقال من آمن بالله واليوم الآخر، يعني المؤمنين هم اللي يحصلوا على ملذات الدنيا من أكل وشرب وغذاء قال الله تعالى، شوف النظرة الإلهية، قال ومن كفر، حتى الكافر راح يتمتع بملاذ الدنيا. ليش؟ لأن الإنسان وجوده على الأرض هو عمارة الأرض، كوننا الإنسان يعمر الأرض معناته أني راح أخذ منك وتأخذ مني، فإذا أنا أخذت منك أنت تعطيني الصدقة، والله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر، ولذلك هذا التكامل اللي موجود بين البشر، ولذلك لا تحتقر العطاء أبدا. من المواقف اللي صارت لي مرة من المرات، يعني اتقابلت في أيام الربيع عام 1436، اتقابلت مع صاحب لي، مو صاحب يعني هو جاري بس ما أعرف إلا بالشكل، يعني ما في المسجد بس نشوف بعض، فتقابلنا أنا وياه في على طريق الساحل، وطريق الساحل كان ذيك الأيام بساط أخضر، فتقابلنا في ميقات يلملم اللي هو ميقات أهل اليمن، لما شفته عاد عرفنا بعض بالأشكال، لأن نصلي في المسجد بس نعرف بعض بالأشكال، هلا يا جار كيفك يا جار شو الأخبار طيبين، قال أنا رايح ناحية القنفذة ويقولون إن ما في سكن، قلت والله أنا جاي من هناك فعلا زحمة، خدت رقم جوالات بدلنا أرقام الجوالات، اتصلت على صاحب لي قلت اسمع حاول تحصل لي اي غرفه الليله اساس بيجيك واحد من طرفي، قال لي ابشر اعطيني رقم حسابك حولت عليه الفلوس، والله الشغله بسيطه والمبلغ تافه جدا بسيط يعني. وصلت مكه بعد فتره اقابله في المسجد، اقابل جاري يا هلا كيفك يا جار طيب متشكر فيه، قلت الموضوع بسيط انا ما جريت ولا رحت ولا سويت شيء، مجرد يعني اتصال يعني الاعانه يعني للناس سبحان الله. الحاصل بعد فترة أنا مريت بضائقة مالية أبغى مبلغ 10,000 ريال، كيف حصل على 10,000 ريال؟ صعب أنك تأخذ من هذا 2000 وهذا 1000، يطلع كم؟ كثيرين الناس اللي استلفت منهم. الصباح وأنا مداوم قلت اللهم فرجها بما شئت، الآن أوكلت الأمر بمين؟ إلى الله. يلا وصلت الدوام، طبعا أنا مشرف تدريب معلمين وهو كان معلم هذا جاري، الصبح يرسل رسالة قال اسمع أنا جايك البرنامج، قلت الله حيك، حضر معي جزء من البرنامج، الجزء الثاني في البريك جلسنا مع بعض بحكم أننا جيران نسولف، وجلس معي في المكتب فكنا نتكلم، وجاء موضوع المبالغ المالية والضائق المالي، قال لي كم تحتاج تكفيك 10,000؟ قلت لا 15، أطقطق والله العظيم إني أطقطق عليه وأمزح معه، أقسم بالله ما قصدي شيء، لاني ما خطر في بالي اني اكلم عن الموضوع، قال انا انتظر اليوم اللي ارد فيه هذا الجميل. سبحان الله. شويه طلع من جيبه قال هذه 5,000 والظهر نتقابل اعطيك المبلغ بقيه المبلغ، وفعلا تقابلنا الظهر اعطاني 15,000 رجعت له على شهرين، قال لي انا انتظر اليوم اللي ارد فيه هذا الجميل. أيوه. هو بشر. يا سلام. انا بشر وهو بشر، نرد جميل لبعض. طيب انا لما اتصدق بشيء بسيط شوفوا عند الله سبحانه شو يكون عظيم. نعم. هو رأى يعني أنا هو ما كافأني بذاك المبلغ الكبير،
لكن هو يقول إن رأيت الشيء اللي أنت سويته لي شيء كبير شيء عظيم. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعطي المنفق، يعطي المنفق. شوفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أيقنا بهذا الحديث إيقان تام، ما نقص ماله من صدقة، خلاص هذا محك للمؤمن فعلا. لما يكون فلوس في جيبك اطلعها معناته ما هتنقص، ليه؟ لأنها معجزة إلهية، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. الآن أنت في محك، هل أنت مؤمن إيمان حق ولا تبي تجرب؟ لا، إحنا ما نجرب، نحن قال النبي صلى الله عليه وسلم معناته حق اللي يقولها الرسول، فليغمسه ثم لينزعه. لو وقع الذباب ترميه ولا ما ترميه؟ الآن أنت في محك، وهذا المحك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نقص ماله من صدقة. في جيبك فلوس تشتري بها شاورما ولا تعطيها هذا المسكين؟ الآن أنت في المحك، وأنت جالس تراجع حساباتك في التطبيق الراجحي أو أي تطبيق من التطبيقات في البنوك، وفي هللات أشتري بها، أطلب من أي موقع أطلب أكل ولا تصدق فيها؟ الآن أنت إيش؟ لما تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال من صدقة، لا تجزم جزم وتوكن أن الله سوف يعطيك العوض. السؤال، هل العوض حيكون لحظي؟ لازم يكون لحظي؟ لازم أن أنتظر لحظي؟ لا، مو صحيح، مو شرط أن أنتظر العوض يكون لحظي، قد يكون العوض مدخر ليوم القيامة. ولذلك يتمنون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أبتلهم الله سبحانه وتعالى يتمنون أن لو قرضوا بالمقاريض، ليه؟ لأن لما يرأوه من أجر. ف يعني أحث نفسي أولا وأخواني اللي موجودين والناس اللي أمام الشاشات، إنهم لا يدخروا شيئاً. الوقف هذا حقيقةً أنا ما مو عشان الوقف هذا نفسه، لكن أنا والله العظيم يعني وجدت أوقاف كثير، لكن هذا الوقف أنا أعرف الرجل شخصياً وجلست معه، وجدت إنه قال كلام جميل. أول شيء في حفظ كرامة لليتيم، نعم، زيه زي غيره، تودع الفلوس في حساب هذا اليتيم يروح يشتري أغراض، سواء أغراض مدرسية، أغراض صحية، أدوات مكتبية، أي شيء. والآن جاء كسوة الشتاء، يعني في أشياء كثيرة فيها حفظ الكرامة هذا اليتيم. فلا نبخل، أنتم الآن الموجودين أكيد 100% كل شخص له معجبين، وكل شخص عنده فريق دعم، كل واحد منكم يعني يهيب بفريق الدعم، أنه إذا ما هو يتصدق يجعل أو ينشر الرسائل من أجل هذه الصدقة. يا سلام يا سلام عليك. اعتذر عن اللي طالع، لا لا، ما شاء الله. طبعا انت جلست مع المدير التنفيذي وسمعت الخدمات التي تقدم يعني للجمعيه صراحه، يعني والتقارير اللي نزلت عن الجمعيه، والله حمسني اني ازورها، حتى انا لازم ازورها. انت كنت دار مشرف لاحد الجمعيات؟ انا كنت مشرف جمعيات. شوفوا انا شفت الجمعيه وخدماتها كيف. انا مسكت جمعيات كثير واداره مراكز كثير واشياء كثيره، لكن والله 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 لو أني أنا ماسك الجمعية لازلت ما أتصدق إلا لهذه الجمعية حقيقة. شغل كان هنا موجود طبعاً، ليش أشير؟ لأنه كان موجود هنا، وكنت أنا هناك جالس وأسأله على القول هناك السفير، هناك سفير الوقف الحين هناك. أنا ناقشته كثير، ليش؟ بحكم أني كنت لأن متخصص وأعرف الأعمال الخيرية هذه. والله العظيم يا شغلهم، أقسم بالله العظيم، شيء شيء. أنا متحمس أني أتصدق معهم، يعني الواحد ما يبغى يتكلم، لكن حقيقة يعني اليتيم صراحة كان يعني يقدم له شيء كبير، إضافة إلى أنه ذكر أن فيه تاجر تبرع بمبلغ كبير أن ذبيحة تقسم يوميا بين أسرتين. نعم، على مدار السنة. على مدار السنة، تخيل كل يوم ذبيحة. يعني ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة. ولما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء من الصحابة، ذهب أهل الدثور بالأجور، اللي عندهم فلوس ذهبوا بالأجور. يا سلام. طيب أنا ما عندي ذكر، قالوا طيب سبقونا على الذكر، قال ذلك فضل الله، عندنا شيء نحن أيضا اللي هو الدلالة والنية، الدلالة على الخير، الدلالة على الخير، مجرد أنك تدل على الخير شيء ما تقدر تتصدق، ما عندك فلوس فقط دل على الخير، لأنك حتق فهما في الأجر سواء، مشتركين في الأجر. يوم القيامة تأتي أنت بحسنات كالجبال وأنت متكي، مجرد مقاطع تنشرها للناس. يا سلام يا سلام، شكرا لكم، الله يسعدك كذلك.